يلا يا طبال طبل لي شويه. يلا اخي شيري، حط الطبل هون. تمام. حاضر. والمخده هون هيك منيح. وهي وين؟ هون. هذا انت هون. ما هون. شو كل هاد؟ انا بظن يا يوشا انه في شي حفله هون رح تنعمل. برافو عمتي، انت معك حق تماما. هذا شي منيح، بس ليش؟ بابا في مفاجاه. اخي شيري جاهز؟ كل شي جاهز وتمام. ممتاز. مرحبا، كيفكم؟ اهلا وسهلا. يرضى عليك ابني. شو هذا كله؟ معقول؟ شو كل هاد؟ كتير حلو كونج. شو عم تعمل؟ اللي ليش جبتنا لهون؟ ايه ابني، ما بدك تخبرنا ليش قلتلنا نجي بسرعة؟ لحد هلأ ما حدا بيعرف هو بشو عم يفكر. صرت سألته كتير بس ما عم يرد علي. تفضل تفضل. شو ما كانت المناسبة، المهم انه نحن اجينا لهون يا بيبي. يا سلام. عن جد انت مو معقول، هلأ بلشت تحس انك منيح لما شفت الأكل؟ شو زنبي اذا ما بتعرف تطبخي؟ انا رح قلكن. وهي بلشوا المسرحية الجديدة هون. حدا يجاوبني، امتى اخر مره قضينا فيها نحن كعائله وقت مع بعضنا؟ ما بتتذكروا؟ رح قلكن ولا مره. صح صح، مع انه نحن كعائله لساتنا سوا بالرغم من كل المشاكل اللي صارت، لسه عائلتنا مع بعضها، لهيك لازم نحتفل مو هيك؟ لهالسبب هي الليله ما في حدا فينا رح ينام، الكل رح ياكل ورح يشرب ورح يغني ويرقص. من كم يوم ماهي ربحت مسابقة سيدات أمريتسار ونحن ما احتفلنا، رح نحتفل بهالشي اليوم. انت عملت شي كتير منيح يا ابني. لا شكرا، مشان ماهي انت ما في داعي تعمل هذا الشي. شوف الترتيبات صارت، إذا عندك مشكلة فيك تحرد لحالك بالزاوية. ليك ما تقلي شو بدي أعمل. خلاص يوفيناج. ليك كل العيلة مجتمعة وبعتقد إنه لازم نشارككم. بترجاك. فينا نبلش؟ طيب قول شو لازم نعمل بالأول؟ شوفي، هي اللعبة كتير بسيطة وسهلة، هي اسمها لعبة التمرير. رح ناخد مخدة والموسيقى رح تشتغل، ومجرد انه الموسيقى اشتغلت المخدة رح تمر على الكل. لما الموسيقى بتوقف، الشخص يلي معه المخدة لازم يغني غنية، إذا هو ما غنى خلال 5 ثواني بيطلع برا والباقي بيكملوا. بظن انها مفهومة. ماشي. انا موافق. ايكون شو نوع هاللعبة هي؟ اي واحد بيقدر يغني بهالطريقة، اللعبة رح تضل كل الليل وما حدا رح يطلع لبرا والكل رح يضل قاعد هون.